السلام عليكم متابعين قناة بروتت التعليمية. درس جديد من دروسنا سوف نقدمه اليوم لكم. أرجو الاشتراك في قناة بروتت ليصلكم كل جديد. هذا الفيديو معد لقناة بروتت على اليوتيوب وموقع brotetbal.com. اليوم سوف نتحدث عن برنامج مونيتور ديسك سكانر. هو برنامج يحل مشاكل الهارد ديسكات والأعصاب التي توجد بالهارد ديسكات، وحل مشكلة الشاشة الزرقاء أو التوقف المفاجئ للكمبيوترات وتلف أنظمة التشغيل. مونيتور ديسك سكانر هو برنامج لحل مشكلة الباد سكيور، وهو عبارة عن عطب أو مشكلة أو تلف يحدث في القرص الصلب، وبالضبط في القرص الصلب أو في بعض الأجزاء من القرص الصلب وليس في كل أجزاء القرص الصلب. ويعتبر الجزء الأكثر تضررا في غالب الأحيان هو جانب الميديا أو في الهارد ديسك ميديا، بحيث أن القرص الصلب يتعذر عليه كتابة أو قراءة البيانات في الجهاز، مما يؤدي إلى ضرار كبيرة في النظام كالشاشة الزرقاء مثلا، فإنه في بعض الأحيان يكون سببها هو الباد سكيور. وبرنامج مايكرو ديسك سكانر هو برنامج بسيط ولا يحتاج للتثبيت على الحاسوب، هي خطوتان فقط للتثبيت، ويمكنه بإذن الله إصلاح المشاكل الباد سكيور وتنظيف القرص الصلب وتحليل محتوياته وإعادة ضبطه بشكل جيد. عملاق الكشف عن الباد سكيور مونيتور ديسك سكانر متوفر بحجم من 3 إلى 5 ميجا وعلى أكثر من سيرفرز، تستطيعون تحميله من الموقع مباشرة أو من عدة روابط سوف أضعها لكم أسفل التدوينة. وهو برنامج مجاني ومفتوح المصدر. طبعا سوف تقومون بالتحميل البرنامج في البداية، يكون مضغوط، ثم تقومون بفك ضغطه، تنقرون نقطتين عليه، توافقون على تثبيت البرنامج، تضغطون Next وتوافقون على شروط الاستخدام Install. ما هي إلا ثواني قليلة حتى تقوموا بتشغيل البرنامج. طبعا البرنامج يفتح لكم نافذ على الإنترنت يقول لكم أن هناك تحديث أو Update للبرنامج تردتم تحديثه. لا حاجة لتحديث البرنامج، فقط عليكم هنا يقول لكم ما هو حجم الهارد ديسك الموجود لديكم وإذا كان هناك أي خلل به. طبعا هنا يقول لي أنه لا يوجد خلل، فقط اضغط على Start Now، ثم يقوم هذا البرنامج بفحص الهارد ديسك وفحص الأعطاب التي توجد به، ويقوم بإصلاحه وإعادة تنظيم وترتيب الأعطال. طبعا هذا الكمبيوتر الذي استخدمه الآن كمبيوتر جديد عمره بضع أشهر، لا يوجد به أي أعطال والحمد لله. طبعا هذا البرنامج يحل مشكلة تهنيج الكمبيوتر، مشكلة الشاشة الزرقاء، التوقف المفاجئ للكمبيوتر، صوت الهارد ديسك. بعض الهارد ديسكات مع كثرة الاستخدام تحدث أصوات. سوف يقوم هذا البرنامج بإذن الله بحل هذه المشاكل. إذا ظهرت أي مربعات حمراء هناك يعني أن هناك خلل في الهارد ديسك، وبالطبع وبإذن الله هذا البرنامج يعتبر حل معظم مشاكل الهارد ديسكات والتوقف المفاجئ للكمبيوترات. وحتى أنا بعض الكمبيوترات تقوم بإعطاب أكثر من نوع ويندوز وتقوم بفرمته معظم الأيام، وهذا البرنامج يحل هذه المشكلة. إذا أعجبكم البرنامج أصدقائي والشرح، نرجو الاشتراك في قناتنا ليصلكم كل جديد، ودمتم في رعاية الله.